الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا مروحة يا جماعة صيني، نشوفها كده أهو شغالة. واحد اتنين تلاتة، التلات سرعات شغالين. نشوف كده الشمال واليمين، ما بتلفش شمال ويمين زي ما شايفين يا جماعة، ما بتلفش شمال ولا يمين. طبعا شمال ويمين زي ما احنا شايفين اهو، ده الدرابوكس او الموتور الصغير 220 اللي بيشتغل، هو اللي بيخليها تلف يمين وشمال بالتعاون مع الدراع ده. الدراع ده راكب هنا، راكب في الجزء ده اللي هي الركبة او رقبة، ناس مجازا بتقول الرقبة. بس هنا في الاكس اللي طالع من الموتور ده يا جماعة، في حتة بلاستيكية كده بتركب هنا في الاكس، وبعديها شوية وبعديها كده حتة برضو فيها مسمار بيتركب، بتتركب فيه الدراع ده. هو ده اساس شغل الموتور مع المروحة دي الشمال ويمين. هدور على حتة واجيبها لكم، اجيب لكم، هدور على يعني الحتة اللي هي اللي ناقصة دي كده وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعة لقيتها اهي، جبتها لقيتها في مروحة تانية فيها طبعا في مسمار سايبينه مش عارف ليه، الزهر اتكسرت وحبوا يجيبوا ما عرفوش اصحابها. بعد كده زي ما احنا شايفين اهي كده، اهي ليها شطف من هنا وشطف من الناحية التانية عشان يبقى فيها عزم. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة اهي، ركبناها حطيناها كده مشطوفة من ناحيتين، وهنجيب المسمار المشطوف ده اهو ملوش راس، تق تق اهو كده يا جماعة اهو، وهنحطه كده ونروح رابطين عليه بالطريقة دي اهو اهو ربط. وهنجيب بعد كده الدراع، دراع البلاستيك ده الصينيين مستخسرين حتى يعملوه دراع حديد، لو قلتوا له يعملوه تراب هيعملوه الصينيين، طبعا هيكون اوفر من الحديد. معانا كده يا جماعه مسمار، مسمار اهو، وادي مسمار وورده عشان نمسك الدراع ده ما يقعش او ما يفلتش اهو كده يا جماعه، ونربط اهو، ربطنا كده. اهو يا جماعة بعد كده هنثبت الركبة دي او الرقبة بالاكرة الجانبية ديك عشان تثبتها، واللي هي بنتحكم في الموتور كله نقدمه او نأخره، وفي زي ما قلت تروس من الداخل هي اللي بتثبته على وضع معين، وبعدين نربط بالاكره دي اهو كده يا جماعه. ربطنا ونشوف كده هتلف يمين وشمال ولا فيها حاجه تاني. بسم الله اهو يا جماعه اشتغلت، بس في شمال ويمين، لا اشتغلت اهي، كانت مقفوله اهو يا جماعه. الخيط او الحبل اللي بن ايه بنفتحه بيه اهو كده اهو، تمام كده. بعد كده هنجيب الكفر بتاعها ده اهو، مجرد ان احنا هنعمله كده الاربع سنون دول هيدخلوا فيه الفتحات دي وتقفل عليها اللسان دوت، اعملها وارجع لكم. اهو يا جماعه هنجيب الشبكه ونحطها عليه كده اهي، ونجيب الصامولة دي اللي هتربط الشبكة وتثبتها اهو يا جماعة كده. طبعا الصامولة دي مهمة جدا، لو اتفكت الدنيا هتتبهدل، طبعا هتفضل المروحة شغالة والريشة هتتكسر اهو كده يا جماعة. تمام، بعد كده هنجيب
الريشه اللي هي ايه، الريشه اللي اسمها موزه، دي اسمها موزه. في شق هنا يا جماعه اهو هنحطه فوق المسمار اللي راكب هنا كده عشان يحركها بقوه. قابلتني هنا مشكله يا جماعه، الريشه دي مش قابله الدخول لانها اكبر من ايه هنا. طب هنتصرف ازاي كده؟ هقول لكم نتصرف ازاي. زي ما شايفين كده يا جماعه الريشه اكبر من الطاره دي او الشبكه، فهنضطر نقص جزء منها. هنقص من اول هنا كده يا جماعه اهو، خدنا مسافه اهو بحيث تبعد عن الشبكه. بصوا يا جماعه هناخد علم كده، للاسف هنشوف قلم هرجع لكم اهو يا جماعه. انا خدت علام، معلش انا مش لاقي قلم دلوقتي، فهعمل بالايه، بالمفك اللي معايا ده اخد علام واقطع حته زي ما احنا شايفين كده. الحته دي هقطعها اهو بالطريقه دي كده، ممكن احط الحاجه دي كده وافضل رايح جاي بيه. طبعا ممكن نقطعها، هو المفروض تتقطع بمنشار حدادي، بس انا دلوقتي ما معيش، معايا الكاويه بس دلوقتي، كانش في الحسبان يعني، وهحاول اقطعها بحاجه تانيه اهو يا جماعه كده. معانا سلاح الكاويه ليه سن عامل زي السكينه كده يعني، رفيع من قدام اهو يا جماعه، وهفضل رايح جاي كده لحد ما تتعمل. ممكن اعملها بنفس زاويه الميل كده، او ممكن اعملها اقطشها على طول زي ما انا عايز اعملها، دي ماشي ودي ماشي اهو كده يا جماعه. المهم الجيش بيقول ايه، اتصرف، لازم الانسان يتصرف امام اي مشكله ويكون عنده البدايل، والا الانسان هينهار. الانسان لازم يتكيف مع كل الاوضاع اللي حواليه عشان ما يتعبش كمان نفسيا اهو كده يا جماعه. بصوا اهو، بصوا قطعتها ازاي اهو كده اهي. وهجيب مثلا، وهجيب الايه، القطر ده اهو يا جماعه اهو، وقصيت الحته اهي، وقص التانيه دي كده، وهعمل عليها بقى، اخدها بقى كعلامه اعمل عليها اهو يا جماعه الحته اللي قطعناها. وهنعلم بقى، هناخد زيها في الثلاث ريشات اهو، علمنا كده. وزي ما قلت انا معيش قلم دلوقتي اهو يا جماعه للاسف، وهناخد علام برضو كده اهو يا جماعه اهو، خدنا علام كده وبنفس الاسلوب اللي احنا عملناه اهو كده. وهنجيب الكاويه اهو اهو يا جماعة كده، ونفضل رايحين جايين بالكاوية. طبعا لو في حاجة تاني، في مقص، في منشار، في اي حاجة، اي اسلوب اقطعوا، قصروها شوية يعني، الحاجة اللي عندك يعمل بيها، منشار، كاوية، مقص اللي هو بتاع الصاج، بس انا المتوفر معايا دلوقتي لان ما كانتش في الحسبان الحكايه ديت، ما معيش منشار اهو يا جماعه كده اهو. ونمسك كده اهو، اتقطعت اهي 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 كده، ونفس الحكايه بالقطر، ونكمل قطعها كده اهو اهو يا جماعه، اتقطعت اهي. وهننضف الرايش دوت اهو بالطريقه دي كده، وهكمل انا فيها وارجع لكم. زي ما شايفين يا جماعه خلاص قصيناها، بس انا شايف في حتت هنا ايه اهو كده، الحتت اللي هي بارزه دي كده هنحاول ندورها شويه يا جماعه اهو اهي، نحاول نلفها شويه برضو، الحتة اللي هي ايه الزاوية دي
نفس الحكاية اهو اهو يا جماعة كده، ولفها كده. واخيرا اخيرا بقى يا جماعة حتة صنفرة كده خشنة. دي حلوة يا باشا، حالتها حلوة. بعد كده يا جماعة اهي، وهنحاول بحتة صنفرة كده نساوي الطروف او مطرح القطع اللي احنا عملناه كده اهو. اهو يا جماعة اهو، ونفس الحكاية التلاتة دول. اهو ودي كمان اهو يا جماعة اهي، مية مية كده اهي، وان شاء الله نركبها اهو يا جماعة. هنركب كده زي ما احنا شايفين هنا في مجرى اهي، المجرة دي هنحطها في المسمار دوت اهو كده عشان تلف جامد اهو كده اهو. ونجيب ونجيب الغطا ونروح قافلين عليها اهو يا جماعة. بسم الله، ونجرب كده ونشوف ايه اللي هيحصل اهو يا جماعة. الحمد لله اهي، وبتجيب هوا الحمد لله صاروخ اهو ما شاء الله اهو. وادي اليمين اهو، وادي اشتغلت اهو يمين وشمال. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهي يا جماعة، والمروحة شغالة ما فيهاش اي مشكلة، هنحط لها الغطا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.